أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى مشاركاتكم ويانا عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة، وأيضا عبر تطبيق الواتساب لمن ما يتمكن من الاتصال بينا وسماع صوته مع الأسف، يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي تشوفه بصفك على الشاشة اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى يكون الرسالة مكتوبة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا، نبدأ حلقتنا من قضية حساسة، قضية مهمة دائما نحكي عليها ودائما أقول هذا الكلام، هي انهيار الواقع الصحي. هذا الملف يؤثر بشكل أساسي على منو؟ على حياة المواطن. لما نرتقي به يخلينا نحافظ على أكبر قدر من حياة المواطنين، لما ينهار يخلينا نتسبب بموت الكثيرين. ليش؟ لأنه أكو أخطاء هواية راح تصير هنا وهناك. ونبدي ملفنا هذا من محافظة البصرة. انتقد أحد المواطنين الحال المزري لمستشفيات البصرة، ومن ضمنها المستشفى التعليمي، وثقلنا تشلب دا يفتر بداخل قسم الجملة العصبية، وأكد أنه مو بس هاي القضية، القضية أن الحشرات والحيوانات تنتشر بداخل المستشفيات بشكل مخيف. وتساءل وين دور الجهات الرقابية في وزارة الصحة، في دوائر الصحة، في إدارات المستشفيات عن هكذا حالة؟ تعالوا نشوف المستشفى الجمهوري. أحسن هذا المستشفى الجمهوري، هذا جملة العصبية، شوف الكلاب وين، لا سبحان الله، كلاب وصراصر وغدارة، يعني ما أدري، لا عندنا رقابة صحية، لا عندنا نظافة، على الخيسة وعلى الغدارة والكلاب اللي يقتلها والصراصر والبزازين، تحط الأكل ما ثلاثة البزازين، شنو يعني؟ يا سيدي المحافظ شوفنا الشارع هاي، وين الصحة؟ وين التربية؟ وين النظافة؟ وين الطبابة؟ شلب جايب معدل وطاب مجموعة طبية بالجامعة وجاي هنا للمستشفى، شنو يعني؟ ما أعرف اليوم بالعراق القضية شنو؟ شو غرف العمليات فيران وصاخة، نفايات، مخلفات عمليات، لأن كلها موجودة بغرف العمليات. ومستشفياتنا مثل ما شفتوها بالمستشفى التعليمي بالبصرة، يوم يشوفونا تشلب بالجملة العصبية نايم جوا السدية، يوم نشوف لنا ضبع يفتر، يوم نشوف لنا خروف يفتر، شنو الموضوع؟ ما حد يدري. زين وين إدارة المستشفى؟ وين حماية المنشآت اللي المفروض واقفين على باب المستشفى حتى يمنعون هكذا حالة؟ قوارض وحشرات وحيوانات دا تنتشر بالمستشفيات، وهاي كلها أمراض. للي ما يعرف واللي ما مربي حيوانات أليفة من ضمنهن الكلاب والقطط، الكلاب والقطط خصوصا الكلاب السائبة والقطط اللي موجودة بالشوارع هي أكبر ناقل للأمراض. بدايتها بحشرة صغيرة اسمها البرغوث، ينقل ويا الشعر مالتهن ويا الوبر مال جسمهن، تنقل البويضة من مكان إلى مكان آخر، ولما يطبون يصير انتشار مو طبيعي، وهي همينة تنقل أمراض إضافة إلى الأوساخ، حشرات الأخرى، الأوبئة. طلع الكلب مسعور وعضلة واحد وتسبب له بداء الكلب، أو ما تعرف، بس هاي مشكلة. مشكلة العراق لما أنت عندك وزارة اسمها وزارة صحة وعندك وزارة اسمها وزارة بيئة، لأن المفروض يشتغلون سوية حتى يحافظون على البيئة الصحيحة. أما في محافظة ذقار القضية هنا مختلفة عن قضية النظافة والحفاظ على البيئة المناسبة لتوفر العلاج المناسب للمريض. نحكي هنا عن المتسبب الرئيسي في تشخيص المرض، وراها يكتب أو يصرف العلاج اللازم حتى يتعافى المريض. منو ده نحكي عليه؟ الطبيب بكل تأكيد. اشتكوا مواطنين من أمام مستشفى الشطرة العام قسم العيادات الاستشارية من قضية خروج الأطباء قبل انتهاء أوقات الدوام الرسمي، وطالبوا الجهات الصحية بوضع حد لمثل هاي الحالات واتخاذ إجراءات صارمة. تعالوا نسمع اللي قال الوزير الصحة النايم والمدير صحة ذيقار، أنا بباب الاستشارية مال الشطرة، الناس جاي تعاني من الدكاترة
اللي يطفرون الساعة 12 ب 11 ونص. وخير دليل هذا الزلمة المراجع جان الأهلي قال يبا آية زوجتي وياي ب 12 الدكتور ما موجود. تطفرون ب 12 على مود ترحون العياداتكم تفتحون الساعة ب 3. مو عيب؟ مو زحمة؟ رسالة وزير الصحة والمدير الصحة الذيقاب الاستشارية مال الشطرة الدكاترة اللي بيها مزاجيين البعض من عندهم. تعالوا سووا حل. الناس جاي تجي من العشائر لعدة مريض يلقى الدكتور حضورته طالع قبل الساعة 12. والله دكتور ما حد يحاكي. لا عم انا ما اجامل. مو عبالك هالناس تجامل. بأي ساعة الوزارة تجيكم بالوحدة بالوحدة ونص تطلعون. عم يحكي دليل قسما بالله العلي العظيم هذا تصوير الساعة 12. كلها تراجع عاشي الدكتورة تقول لي والله مو مستشفى ابوي حتى ابقى بيه لهسه ب 12 تحليل من العشرة للساعة 12 الظهر ما طالع الجهاز عطال ياخذون عينة يمشون قبلي وانا باقي وزوجت اياها لحد الان تعنيت بهذا الزلمه لهلا دقيت علي الباب والله جاي الاهلي هذا زلمه مراجع وعنده دليل وعنده فيديو هذا الساعة 12 كلها تراجع هذا عيب عيب تروحون للعيادات هذا الحال اللي يصير بمستشفى الشطرة المشكلة لما نتعامل ويا طبيب يا أخي العزيز يا أخوي العزيز يا أختي العزيزة أنتوا الأطباء اللي أديتوا قسم أبورات لما تخرجتوا من 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 كليات الطب وصرتوا أطباء وأهاليكم فرحوا بكم وكل من قال أنا ابني طبيب وأنا بنتي طبيبة أخوي العزيز أنت مهنتك إنسانية أنت المفروض متواجد بالمكان خدمة للناس أنت خايف على أرواح الناس أنت ما محملهم من نية أنه أنت طبيب وقاعد بالعيادة مالتك وتريد تطلع من وقت لأنه راح يخلص وقت الدوام المشكلة أنا هاي قضية الصحة ما بها أوقات دوام واحد سوى حادث بنص الليل واحتاج طبيب اختصاص شنو يعني ماكو لازم ينتظر واحد سوى حادث ولا سامح الله قطعة من السيارة فاتت بصفعته من أنا وأحشاء طالعة برا شنو يلزمهن وينتظر يحطوا له شاش أهله وينتظر مدى أفتهم هاي القضية بالعراق الأطباء لازم يطلعون بس يلا هي عادي هي هسه أكو مستشفيات قامت تتعزل ناس لما شافت هالموضوع علقت أبو عباس العراقي يقول قبلك هم ناشدت وكلمت مدير المستشفى ولكن بدون فائدة كان جواب مدير المستشفى إذا ألح عليهم بالدوام يأخذون إجازة وما راح نحصل دكتور للمستشفى يعني مخليهم على راحتهم مؤمل صاحب دوائر الدولة كلها نفس النمط أزهار جواد من أمن العقاب ساء الأدب لجنة المفتشين وين عن موضوع الصحة ناجي العراقي مستشفى الجمهوري عبارة عن سماسرة وكل حصتي وحصتك ماكو أي رقابة صحية كل شيء ماكو خصوصا بالليل مهجور ما بي أي دكتور لمياء وين مدير المستشفى وين وزير الصحة المحافظ وين حتى الإنسان يتمرض بالزايد لا حول ولا قوة إلا بالله رياض عبد الجليل البصراوي مدير صحة البصرة سيقول عندنا رعاية حتى للكلاب فكان هذا تعليق الناس على قضية انهيار الواقع الصحي ووجود الكلاب السائبة في داخل المستشفيات وخروج الأطباء قبل انتهاء أوقات الدوام أبو عمر من بغداد حياك الله حياك الله أستاذ أفل المحترم وتحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام حياك وبياك اهلا وسهلا استاذ افل العراقيين يعني من 2003 ولحد الان يعني صار الالم الموجع اللي عندهم من خلال المستشفيات من خلال المواطن مراجعه لاي مستشفى يعني ما يشوف الحاله اللي قبل كان 2003 نعم. كان 2003 عندنا حكومه يعني اكو ناس يضجون من المسجد ولكن هاي هي حقيقه يعني نعم. قبل 2003 بالتسعينات بالثمانينات كل الحكومات اللي كان يحكم رؤساء الوزراء اللي وزير الصحة كان إلى دوره يعني الخاص يقدم خدمة للمواطن يقدم من ناحية العمليات الصغرى من ناحية العمليات الكبرى من ناحية المستشفى مفتوحة يعني 24 ساعة فالمواطن من يجي يدخل مستشفى حكومية هذا وضعه أنه يعني ما متمكن وما عنده أن يكون يعني المال اللي يروح مستشفى أهلية فكان من واجب الدولة وكل حكومة يعني بالدول العربية بالدول يعني الأجنبية وكل العالم تكون لها دور وزارة الصحة للمواطن ليش؟
لأنه من هيبة الدولة ومن قيمة الدولة أنه تخلق أنه هذا المجال الصحي، هذا المجال الإنساني اللي يقدمه للمواطنين كثيرة، يعني من حوادث اللهم يكفي شر الحوادث، من خلال الحروق، من خلال يعني الصدام، من خلال أي أمور كانت. فواجب المستشفى تكون يعني إلها يعني مستعدة، يعني الحالات الطارئة، حالات الإسعاف، سيارات الإسعاف تكون موجودة، كل هاي الأمور لازم. ليش؟ لأنه وزير الصحة هو ملزم بها، يعني من المفروض من نقدم إلى رئيس الوزراء أو يعني الفلوس اللي قاعد تدخل يعني الوزارة الصحة، يعني المفروض يحاسب بها الوزير رئيس وزراء من يشوف مستشفيات ما بيها يعني خدمات، ما بيها أسرة، ما بيها علاج، عمليات يعني اللي يطب ويطلع ما عنده أي عملية من أجهزة سونار، أجهزة كل هاي الأمور. يعني محمد الشياع السوداني من دخل المستشفى الكاظمية وقال أبو الله ليوفقني، يعني مني شوف مثل سمعنا هاي الحكاية المفروض يعني تشتعل نار يعني كل المستشفيات، يعني يحرق حرق، المفروض تكون بحث تجويد وبحث يعني التقدم تكون. يعني للأسف هذا كان بس مجرد إعلام لأنه هو حريص على شعبه وحريص على ناسه وحريص على المستشفيات. الآن كثير عندنا حالات يعني ناس ما يقدرون يوصل مستشفى حكومية بسبب يعني المستلزمات الطبية، بسبب العلاج، بسبب العمليات، يعني ناس يتوفون، ناس يموتون بسبب العلاج، بسبب الأدوية وغلاء الأدوية. وهاي الأدوية اللي دا تجي، هذا الدواء من فلان شركة، هذا الدواء من فلان شركة، هذا سعره هلقد وهذا سعره هلقد. طيب احنا معمل أدوية سامرة وين راح؟ وين راح؟ كان الشركات اللي كانت عندنا، يعني المواطن على دخله على وضعه من يطب المستشفى كل العلاج متوفر لنا. ليش هسه الان انه كل الاحزاب اللي جت للعراق بنت مستشفيات على حسابهم الخاص من اجل يعني زياده الثروه عندهم، من اجل انه عدم اهتمامهم للمواطن، بس حبهم المال وحبهم ان كيف يزداد انه تزداد ثروتهم. هذه للأسف هذا دلالة يثبت أنه العراق ما عنده لا وزارة رئيس وزراء يحاسب، ولا عندنا مستشفى بيها خير يلجأ لها المواطن العراقي. ما نقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل، وبكل وزارة الصحة وبكل الوزارات اللي ما تقدم خدمتها لشعبها، وإن شاء الله إن شاء الله مهما كانت هذه ظلمهم على العراقيين لابد يجي يوم يعني ينسحقون ويكون لهم ثورة ضد هاي الفاسدين اللي دمروا العراقيين من 2003 ولحد الآن. وأنا أشكرك أستاذ أفل وحياتي قناتكم العظيمة وحيا الله أستاذي. حياك الله. أعلنت دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة تقريبا 400 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية اللي ديشوفها أو تشهدها البلاد خلال الأشهر الستة الماضية. يعني تخيلوا بستة أشهر بسبب الحوادث المرورية تم تسجيل 400 حالة وفاة. ما عندي معلومة عن دقة هذا الرقم، أتوقعها أكثر بهواية. السبب هو شوارعنا، معظم اللي ديرحون نتيجة هاي الحوادث هم رجال. مدير قسم الوفيات في الدائرة عبد الوهاب عصام قال أنه عدد الحوادث المرورية وفق الإحصاءات العدلية سجلت 384 حالة وفاة بينهم 61 مرة توزعت إما انقلاب سيارة أو حوادث سير والصدام. وبين أنه إصابات حوادث المرور خطيرة جدا وذات خطورة كبيرة وتضاهي عمليات القتل الأخرى، لأنه هي آفة تشكل هاجس وقلق لكل أفراد المجتمع. وعزوا مراقبين تزايد حوادث المرور لتهالك الطرق قدمها، فقر علامات التحذير، إضافة إلى عدم التزام السائقين بإجراءات السلامة على الطرق الخارجية. تخيل عزيزي المشاهد بسبب وجود طسة صار حادث سير مروري. إن وصف هذا الحادث أنه حادث سير مروع على طريق أبو الخصيب الخارجي ومناشدات بإيجاد حل سريعة. تعالوا نشوف هذا الحادث. السيارة بتشوف ظهر بعد راعي السيارة بين يتعدل الله لم طلعوا واخذوا هسل الأسعاف. وهاي السيارة مضروبة ستاركس. وبنقولي قدام. وهاي النتيجة مال طسات اللي كل يوم نحكي عليها، اللي طسات اللي على الطريق الفوق.
يعني انتم تسوون طسات عندكم تأمير بذاك الشارع. يا اخي دعدل الشارع البديل، انتم مو تخلون يجي طسات بحيث يتوازى السايق يعبر على السايد المقابيله. وهي الف مره نوهنا على هذا الشيء بس ماكو استجابه، ماكو استجابه. وهي النتيجه ارواح العالم صار يستهان بيها، هاي النتيجه. هاي وش اكو واحد هنا ممدد ورا هاي السياره كله دم، وهذا الوضع اللي جاي يصير. حوادث المرور، يعني اغلب حوادث المرور في العالم يقول لك النسبة الغالبة هي التهور والسرعة الزائدة. احنا لا، طسة يابا ابنكم بيش مات بطسة، يابا ابنكم شلون مات، والله اكو طسة على السايد الثاني، صاحبه دا ينزم طفرت السيارة على هالسايد وابننا راح بها وانقلبت سيارته والثاني تفلش. ليش؟ لانه احنا عندنا دائرة مرور. وخطية العالم لما تروح تسجل سياراتها وتجدد سنويات يدفعون ضرائب، ضرائب طرق. اكو جزية دا تندفع من قبل العراقيين على سلامة الطرق والمرور، بالمقابل هو دا يشوف شوارع تعبانة. راح يجي واحد يقول لي يا اخويا هو حادث واحد بالبصرة، اقول له اوقف، عندنا ناشط هنا طالب مديرية مرور ذي قار والجهات الرقابية يا بتاخذوا تدابيركم العاجلة لشارع يا حسين. يقول بسبب هذا الشارع اكو هواية حوادث مرورية وكبيرة لانه ماكو علامات تحذيرية. الاصباغ اللي تم استخدامها لفصل المسارب وصبغ الارصفة اللي من جزء من تأثيث الشارع استخدموا بها اصباغ مو من المفروض موجودة بالشوارع، لدرجة انه ما صار لمدة الشارع ومسحا وراحا هالقد مداستها السيارات، وعلما انه المفروض الاصباغ تدوم سنين. اضافة اكو مطبات، ذن المطبات سابقا كانت اكو بها علامات تحذيرية، اكو بها قواطع انارة العالم تشوفها من بعيد، هسه فجأة السائق ماشي شارع اظلام فاتح لايت فجأة اكو طسة قباله، شو يصير؟ تعالوا نشوف. هاي رسالة لمديرية مرور ذي قار وكل الجهات الرقابية. اليوم احنا بشارع يا حسين، وعدة مرات ناشدنا وطالبنا الجهات الرقابية حول التخطيط ما شارع يا حسين. خلال اشهر من افتتاحها شوفت حيكون التخطيط كل اختفى، ما نعرف شنو الاسباب، هي هل هي صوت الاصباغ متخصصيه او اكو امور اخرى. فالاهم الموضوع الاهم المطبات، هذه المطبات الاسفلتيه اللي تم انشائها، هاي اول ما انشاوا الشارع سووا المطبات وخططوهن، فكانت واضحه لدى السائقين، فيعني اللي يجي من بعيد يشوفها والاناره مشتغله. فهسه اليوم شوفت عينكم التخطيط كله اختفى وجاي يسبب حوادث، يا مديرية مرور ذي قار ويا محافظ ذي قار، وشوفت عندكم هاي بسبب المطب هذا، لان التخطيط كله اختفى، وهذا اول حادث وكثير من الحوادث، وكثير من المواطنين ناشدونا حول هاي المطبات الاسفلتيه لان التخطيط اختفى. فاحنا اليوم سلامه المواطن اهم من كل شيء. يا حكومه المحليه اتمنى الاهتمام. والشيء الاخر موضوع الاناره، الاناره صرفت عليها مليارات، بس للاسف اللي احتياجها بالليل جاي نشوف الاناره طافيه، فجاي يسبب كثير من الحوادث، فالساقين يصير عندهم ضعف بالنظر فما جاي يشوف. فاحنا احتياج الاناره بس بالليل. يا اخي ليش ما تربطون حرج؟ هي حاجتها هاي مليارات تصرف غيرهم غير يكون لها فائده وموت نحو المجهول. فهي رسالتنا لمديريه مرور ذي قار وكل الجهات الرقابيه، خلي يهتمون بسلامه المواطن، خلي يهتمون بسلامه المواطن احمد على والديكم. هذا الحال بمحافظه ذي قار. المشكله الحوادث المروريه هوايه، لما نحكي عن 400 انسان ماتوا بست اشهر الرقم مو بسيط، رقم كبير. ببلدش كبره مفروض اكو بي طرق واكو بي اماكن الناس تمشي بيها. الجسر راح يطلع قبل شويه، الناس راح تتذكره، قبل فتره وقعت منه سياره بالنهار وراحوا ضحيه هذا الحادث أربعة وخمسة، والسبب قالوا الناس بوقتها أنه السياج تبدل، السياج القديم بالحرب العراقية الإيرانية وقف دبابة، السياج الجديد ما قدر يوقف سيارة، وحسبوا فارق الوزن بين الدبابة والسيارة. أما هسه هنا أهالي قضاء شط العرب، هذا جسر خالد، حملوا أهالي قضاء الجهات الحكومية مسؤولية الحوادث المرورية على الجسر اللي يربط بين مركز المدينة وقضاء شط العرب، واللي تم تصميمه بمسار واحد
بعد مناشدات كثيرة من الأهالي والناشطين والمطالبات والاتصالات، طلبوا من عندهم أنه يخلون هذا الجسر بمسارين حتى يحدون من الحوادث ويخففون من الحوادث اللي تصير ويحمون أهلهم. واحدة من الشركات استجابت لهاي المطالب وباشرت بإنجاز المشروع على نفقتها الخاصة، ركزوا لي على هاي. لكن تفاجأوا الأهالي أنه أكو جهات متنفذة حكومية منها تدخلت حتى يوقفون الأعمال، على الرغم من أنه العمل حسب أقوالهم دا يمشي وفق المحددات المعتمدة. تعالوا نشوف. مثل ما تشوفون أهالي قضاء شط العرب وقفنا في فوق جسر خالد، حقيقة نحمل المسؤولية الكاملة لكل شخص ولكل دائرة معنية أوقفت العمل في شطر جسر خالد إلى سايدين. مثل ما تعرفون اليوم نريد نوصلها للكل ويعرفون شنو مشكلة جسر خالد. الحوادث على طول الأيام، حوادث بسبب الاجتياز الخاطئ لبعض السائقين فوق جسر خالد أدت إلى وفيات، أدت إلى عوائل بأكملها سقطت من أعلى جسر خالد إلى شط العرب. وبالتالي ناشدنا مرارا وتكرارا لكن للأسف الشديد دون استجابة. تطوعت إحدى الشركات وتبرعت بفصل الجسر على نفقتها الخاصة، واستحصلنا كافة الموافقات الأصلية والرسمية من مديرية مرور البصرة ومديرية الطرق والجسور، وهذه الكتب تثبت ما أقوله. وبعد ذلك نفذت الشركة فصل جسر خالد إلى سايدين بالكيبر مثل ما تشوفون وفق المواصفات اللي رادتها مديرية الطرق والجسور البصرة، وهذا الكتاب موجود. لكن للأسف الشديد تفاجئنا اليوم وتفاجئنا بعد يوم من العمل بإيقاف العمل من قبل بعض الجهات المعنية. هسه هناك بعض الدوائر حسب كلام الشركة بعد ما استفسرنا أنه لماذا أوقف العمل بسبب اتصال هاتفي من الدوائر المعنية بإيقاف هذا الجسر، بإيقاف هذا العمل، شنو الأسباب؟ ما نعرف شنو الأسباب، ليش؟ يعني على نفقتهم الخاصة ووفق المواصفات ووفق الرسميات الموجودة وتم إيقاف العمل. من وراء ذلك؟ إحنا اليوم كأهالي قضاء شط العرب نحمل المسؤولية الكاملة لكل دائرة أو كل جهة أو كل شخص قام بإيقاف هذا العمل، وكل حادث يصير على جسر خالد يتحمل مسؤوليته الكاملة. أنا مو جاد أبرر للحكومة، بس فلنفرض أن الحكومة تجي وتقول لك يا أبا هذا الجسر صغير وتم تصميمه على مسار واحد رايح جاي، فإحنا ما نقطع بجزرة وسطية، لأنه في بعض الحالات مثلا أكو مريض ينقلوه من قضاء شط العرب إلى المدينة أو المدينة، فالإسعاف لما تصعد وتلقي الزحام تقدر تعبر رونج سايد ويوقفون السايد يعني تعبر، أو الإطفاء مثلا أو سيارة الشرطة على فرضا لو عندنا سيارات إسعاف. المهم أوكي أنا جاي وياكم قبول، ما تردون تسوون جزرة وسطية، حلها موجود وهو قانون مروري ومستخدم في كل دول العالم. تعرفون شنو حلها؟ خط أصفر مستمر في قوانين المرور. في قوانين المرور إذا أكو شارع سايدين مفصول بخط أصفر مستمر من الطول للطول ممنوع التجاوز، يعتبر سايدين والخط الأصفر هو جزرة وسطية. أما في بعض الأماكن إذا إجا الخط الأصفر متقطع، هاي بعض الأماكن اللي من حقك تتجاوز بيها، بس مو تتجاوز سيارة، لا تلوف يسرى أو تلوف يمنى، مع أنك تكون شديد الحذر والانتباه. فحلها موجود عيني مدير مرور محافظة البصرة، اتصل علي أدز لك صور من بعض دول العالم ودول الجوار عن الخطوط المستخدمة في الجسور والطرق حتى تعرفون الخط الأصفر بصف المتقطع شنو، أو الخط الأصفر وخطها المتقطعات شنو، وندز لكم إياها وتكلفوا يعني تكلفوا لكم أي شركة وتجيبوا لكم صبغ مال أوادم ما ينقشر ما يمسح وتنحل القضية. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هاي القضية، وأول تعليق ويانا من حيدر الموسوي، ووقفوا العمل لأن على حساب الشركة بالمجان ما بيبوق للجهات المعنية ومقاولة بمليارين. محمد الكعبي، هنا تسكب العبارات لأن العمل تطوعي وبدون أموال من الحكومة المحلية، مرفوض، يجب تسليمها إلى شركة تابعة لهم حتى يتسنى لهم السرقة والنهب بالمال العام، هذا كل ما في الموضوع. وعلي حيدر السلام يقول الموافقات الأولية جميعها صدرت من الدوائر ذات العلاقة،
ذات علاقة. لماذا يتم إيقاف العمل إذا لم يكن هناك مبررات حقيقية؟ فهي اجتهادات شخصية تتحمل مسؤولية جميع الحوادث. رحيم الشامي: شغلة ما بيها استفادة للفاسدين، طبعا ما تصرف لهم، حسبنا الله ونعم الوكيل على الفاسدين. حيدر الخفاجي: ليش سوونا ببلاش؟ ما يصير، غير لازم 5 مليارات تكلفة فصل الجسر وحسن السبع. شنو ذنب هاي العالم كلها بسبب المسؤول الفاسد؟ فكان هذا تعليق الناس على قضية ارتفاع نسبة الحوادث المرورية لأسباب خارجة عن الإرادة. احنا ما نتكلم عن السرعة الزائدة وعن التهور من بعض السائقين، وهذا الشيء موجود ومعترف فيه. احنا نحكي عن سوء الطرق اللي موجودة بالدولة نتيجة الفساد الإداري والمالي للمتنفذين والمسؤولين عن هذه القضية، واللي يأخذون جزية من المواطنين نظير طرق، ومدى يلقون طرق وصير حوادث كثيرة. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، تعرف كل الزين الفساد وسوء الإدارة هو الخراب والدمار اللي جاي يعني يعيشه كل مواطن عراقي. نعم. يعني أي مشروع هو مصير الفشل. يعني أنت قبل شوية ذكرت، قلت أكو سابقا كانت الجسور رصينة القديمة، يعني من دبابة حمت الدبابة من السقوط، وهسه لا مو أنا أستاذ عبد الرزاق، هاي نفس الجسر، جسر خالد صار عليه حادث لا. قبل فترة وشيكة وطلعناه بصوتكم، هم الناس قالوها، قالوا إحنا نعرف حادثة على هذا الجسر بالحرب العراقية الإيرانية، أكو دبابة فلتت ورادت توقع بالمي، السياج وقفها، وهسه السياج الموجود ما قدر يوقف سيارة، هم قالوها. نعم 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 أعرف. أستاذ أفل، بعد 2003 وعد دخول الاحتلال الأمريكي للعراق، المحتل استخدم سياسة الباب المفتوح. نعم. هاي سياسة الباب المفتوح هي يعني دخلت من ضمنها المخدرات، من ضمنها السرقة، من ضمنها الفساد، يعني كل أنواع الرذيلة دخلت عن طريق سياسة الباب المفتوح للعراق. نعم. فشوف اليوم للأسف الشديد يعني الروح الوطنية ما متواجدة عند المقاولين، ما أقول الكل لا، لكن أقول الأغلبية، فيشتغل على قد المنافع مالته ومصالحه. إحنا جاي نشوف أكو طرق يعني جاي تشيد وتتبلط، لكنه برا فترة تشوف الطسات تصير بالشارع. إذن هذا ماكو إتقان بالعمل. نعم. وأكو قول الرسول يقول رحم الله ابن عمل عمل فأتقنه. لهسه لا الدين يوقف وجوههم، لا الأخلاق البشرية توقف وجوههم. يا أخي ما تعرف هالملة هذه شنو اللي يعني يمنعهم، ما تعرف يعني. نعم. الإنسان هو أهم شيء عنده ضميره، من يشتغل شغل يعني يفكر بآخرته، يفكر بخدمة البلد الوطنة. زي الإنسان ده ما يشتغل وهو مؤتمن، يعني أقصد يعني صاحب المشروع وهو مؤتمن على هذا العمل، ما يخدمه بصورة صحيحة، هذا مو راح أرواح يعني يعني تسفك أرواح بشر. يعني أنت هواي من الأرواح البشرية راحت بسبب الإهمال بالمشاريع الطرق والطرق ودائرة الطرق والجسور. أستاذ أفل، من أي سيارة لما تروح هناك دائرة المرور يأخذون من عتها ما يسموها الجباية مال الطرق. زين يا أخي وين الفلوس تروح؟ وقبل فترة يعني هاي مال الأطفال بالبصرة، يعني هذه فاجعة. هاي أكو بالدول المتقدمة يا أخي، هذه يعني تستقيل دول يعني، ولا كأنما يا أخي الظاهر السياسيين اللي جاي يقودون البلد ما عندهم روح بشرية، ما عندهم ضمير إنساني. يعني المفروض هذه أبسط شيء، يعني هي البنى التحتية، يعني أنت إذا ما تقدر تشيل البنى التحتية على شنو أنت تقود بلد؟ والأهم يا أستاذ أفل أرجو، يعني الأهم هسه إحنا يا أخي والله قبل كم يوم اطلعت يا أستاذ أفل على المخدرات وانتشارها بالعراق،
يعني مع كل الأسف يعني أنا أتمنى هسه إحنا جاي نعيش أيام محرم والنهضة الحسينية، فاللي أرجوه من رجال الدين يعني كل إنسان مثقف يتحمل مسؤولية بأنه يوعي الناس للمخاطر المخدرات اللي جاي تفتك بالأجيال. نعم يا أخي نعم إحنا الأجيال مالتنا قادمة على خطر يا أستاذ أفل. إحنا ما يخالف البناء الطريق نقدر نبنيه نقدر نعمره، لكنه يا أستاذ أفل الإنسان إذا دمر ما نقدر نبني. نعم. يعني أهيب بكل يعني مؤسسة دينية علمية تربوية. نعم. أن نعم. تكافح هذا الخطر اللي داهم الأجيال القادمة. يعني هذا أتمنى بناء المصحات لعلاج المرضى بهذا الخطر اللي جاي يفتك بأرواح العراقيين يا أستاذ أفل. يعني نعم. إحنا جاي نمر بأيام عصيبة، وأتمنى الله يحفظ العراق والعراقيين، وتحياتي لأستاذ أفل ورجائك وأمنيتك على الرأس وصحيحة 100% بمكانها. وشكرا شكرا جزيلا لك أخ عبد الرزاق. يعني الأخ عبد الرزاق ذكر نقطة، والحكومات مساءلة في كل دول العالم عن توفير الأمن الشخصي للمواطن والأمن الغذائي بتوفير الأكل، الأمن الاقتصادي بتوفير شغل وراتب وغيرها من الأمور وتحسين معيشة الفرد وتفكر برفاهية الفرد، والأساسيات اللي هي كهرباء مي طرق صحة علاج ما أعرف شنو مستشفيات تعليم ذن الأساسيات. تعالوا نشوف الخدمات. أحد المواطنين يشكو الحال اللي موجود بمجمع البيادر الاستثماري بمدينة السماوة بمحافظة المثنى، وتعجب وقال يعني بيت سعره 160 مليون دينار ما بي مي إسالة؟ معقولة؟ تعالوا نشوف اللي دا يصير بالمثنى بالمجمع. يعني انت رسبت تنكر بيوت 160 مليون يا حج علي يا سيد المحافظ يا أعضاء يا يعني ترس بالتانكي ماكو ماي البيادر وين نروح ما ندري يا رئيس الوزراء هاك شوف صاعدين فوق نترس بالتانكي وبيوتنا كل واحد بستين مليون 160 مليون الله شاهد قصاهم من عندنا وجاي الحكومة تأخذ من عندنا وإحنا هتي شوف البهدلة هاي والله والمشتكى لله المشتكى لله هاك شوف شوف جاي نترس بالصوندة بالتانكي مثل بدو هم بالصحراء هم أحسن من عندنا زين والله تعبنا إحنا مجمع البيادر بالسماوة والله صار لنا 10 أيام ماكو موية حتى التنكر من يجينا يجينا خايس والله الله شاهد عمي والله جزعنا ملينا ماي ماكو كهرباء ماكو خدمات ماكو والله كلفت بيوتنا هاي وحق علي كلفت كل واحد 170 مليون تالي ماي ماكو عمي شنو الرأي انتم شنو الرأي وياكم يعني انتم دولتنا شا وقت الانتخابات وجيتونا وراح اسوي لكم قمرة وربيع ابد كل شيء ابد عدق ما خلي تالي هاي هي طيب مو بس احنا كل العوائل اللي هنا ظالت احنا 70 عائلة والله تأذينا ماي صار لنا اسبوع ماكو ماي 10 ايام مو اسبوع 10 ايام صار لنا هاي بالمثنى. ايضا بالمثنى احد سكان منطقة المعالي في مدينة السماوة يقول يابا المي ما موجود عندنا صار لأيام، احنا مي ماكو عندنا، احنا مضطرين نروح نشتري المي من برا وندفع فلوس كيامه، وهذا صار عبء اضافي ومعاناه على اللي هم دا يعيشوا. تعالوا نشوف. اليوم السادس على التوالي ماي لا يوجد منطقة المعالي، نشغل الماطور يوميا الصبح وبالليل والعصر وماي ماكو. نشكر الاستاذ مهند العتاب محافظ المثنى المحترم المشروع الجديد لمنطقة المعالي وماي ماكو ماي والله ملينا يوميا نشتري هذا الماطور يشتغل ليل نهار بدون ماي. وهاي الصوندة شباب شغل الماطور الثاني هاي الصوندة ما بيها ماي ماي ماكو الحمد لله والشكر لله خير من الله 6 أيام منطقة بدون ماي الحمد لله خير ما اشتري الماي ما اشتري وين المشاريع؟
بالله ست ايام ماي ماكو، صلاة يتيممون، اكل ايش ياكلون، غسل، تنظيف، واحد انجرح وصار تلوث بايده ويريد ينظفه، هو ماي ماكو يروح يشتري الاسبيرتو. اهالي قرية النور بمنطقة بحر النجف، محافظة النجف، ناجدوا الجهات المعنية والحكومية، يا با الله يخليكم سمعونا، يا با عندنا مطالب، مطالبنا ترى مو صعبة، احنا لا اكو مي عندنا ولا كهرباء، ذني وفروا لنا اياها. وتساءلوا اللي دا يحجون بالفيديو، يقولون اعضاء مجلس المحافظة ونواب المحافظة شنو دورهم؟ تعالوا نشوف. من قرية النور الحبيبة من بحر النجف، هذه الاهالي محتجين ومستنفرين حقيقة. اليوم نريد نوجه رسائل، رسالة إلى سيادة المحافظ النجف أستاذ جناوي، ورسالة إلى رئيس المجلس حسين العيساوي، ورسالة إلى مجلس محافظة، ورسالة إلى أعضاء مجلس نواب الـ 12 بالنجف وبالأخص الدائرة الثالثة. إحنا اليوم عندنا طلبات راح نسوي لكم إياها، وورا هاي الطلبات راح نطلب مهلة 15 يوم كقرية النور بيجمعها والبحر بيجمعها. هاي الناس اللي واقفة اليوم تمثل البحر كله، ما طلع كليات. احنا اليوم ب 2024 والوضع معساوي والحر اللي جاي يشوفوه، ماي ما عندنا، كهرباء ما عندنا، طريق نمشي بيه ما عندنا، وضعيتنا خربانه وتعبانه، مستوصف اسعاف ما عندنا، دي مخبر شرطه هنا بوك صاير وسلم على بليس، ما عندنا مخبر شرطه هنا، ماي العالم اللي تشرب لها ماي تجي تسبح وتغسل ماكو ماي نهائيا، صيانه مال الكهرباء نتوسل بابو الصيانه، ندق عليه 1000 تليفون يلا تجينا سيارة وجايب لك قفيص مسالك ويقول بكيفكم، هذا العدي يشكل القفيص على 10 تفجر محاولة عيفه ودي روجه ويروح. احنا اليوم رسالتنا لإعلاميين النجف وصحفيين النجف ومدونيننا وناشطيننا والناس اللي ترفع مظلومية الآخرين، اريدكم تبصون هذا المقطع عني في ناحية النور في بحر النجف، الوضع مأساوي، وصلنا حد الاستنفار. رسالة محافظ النجف، أعضاء مجلس محافظة النجف، النواب ال 12 ناعل، قرية النور دخلت حالة الطوارئ، لا ماي ولا كهرباء ولا صيانة، لا صيانة ماي ولا صيانة كهرباء. الوضع مأساوي، الطريق ما يمشي، طريق نريد طريق بديل، الشركات متلكئة، الشارع متأخر شغله، الوضعية مأساوية، العالم تعبان. هذا الحال بالنجف. تعرفون لما اكو تظاهرات مطلبية، انا كنت دائما اقول القوات الأمنية عندها بصمة خاصة بها. هذا اللي صار بمحافظة بابل بقضاء الحمزة الغربي. ميليشيات مسلحة أطلقت النار باتجاه متظاهرين بالقضاء، وأكو أظهر لقطات مصورة انتشرت، طلعت تظاهرة طالبت هاي التظاهرة بالخدمات اللي هي مي وكهرباء من القبيل. وراها انضمت أحد الميليشيات الولائية، سوت تظاهرة جديدة، اشتبكوا عناصر هاي الميليشيا ويا متظاهري قضاء الحمزة، وتدخلت قوات الأمن لفض الاعتصام. تعالوا نشوف. اشوف اشوف اشوف
الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت علاوي هاشم يجب إقالة شرطة بابل، السلاح ورمي وين السلاح ورمي وين دوره من هذا السلاح المنفلت. علي الزيادي حق الناس تظاهر من أجل مطالبها، سولهم حل نفذوا مطالبهم، أبسط حقوقهم الماي ترى. محمد قاسم الدليمي المحافظة مدهورة بشكل كبير، ما تعرف شنو أكو تعمد أو تقصير. أبو مؤمل إلى المعالي ما بيها خدمات، حتى شوارع واسطات صارت بالسبيس ولا ماي ولا كهرباء. منتصر حسن نحن في حي العسكري مركز المدينة، لا يوجد ضخ ماء إلا في الساعة الخامسة فجرا. حسين سالم المرشدي الله يكون بعونهم، وين الحكومة ما تحل مشاكل شعبها. فالناس لما شافت هذا الشيء علقت على هذا الموضوع. عندنا قضية أخرى وهي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بشكل جديد. هذا الحديث عن جدول إجراءات حكومية بالحد من تهريب العملة الصعبة إلى إيران وراء سلسلة عقوبات أمريكية صارمة شملت مصارف وشركات صرافة بظل تخبط إدارة القطاع المالي والمصرفي العراقي. سجلت الأسواق المحلية في الأيام الماضية ارتفاع ملحوظ بسعر صرف الدينار بعد أن وصل إلى تقريبا 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار بالسوق الموازي وراء أشهر من استقراره على عتبة 140. ويعاني العراق من أزمة انخفاض قيمة الدينار، هذا اللي أشر أنه اقتصاده بعد هش. ومع العلم أنه محافظ البنك المركزي علي علاق تحدث عن إجراءات اتخذت لتحقيق الاستقرار في سوق العملة النقدية، لكن الواقع يؤكد أنه الأزمة مستمرة وتراوح مكانها. أحد الناشطين من محافظة النجف ينتقد الصمت الحكومي وتجاهلها لأزمة انخفاض قيمة الدينار ومدى انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين. تعالوا نسمع. شو ماكو؟ لا بيجات ممولة، لا إعلانات، لا قنوات، بس ينبدع جسر ألف واحد يقمز، وعود شباب هيك فجأة يجون بالدراجة وبالدليفري، ومواطن بسيط وواحد معقل وديك على لاهية ناس فقرة من أهل الله. وشوفوا الإنجازات الحكومة، حكومة الخدمات عم هذا رئيس الوزراء وحكومته ما جاية لا قبل ولا بعد راح تجي. تلاحق يا الشعب العراقي شنو شنو صار؟ جا اليوم الدولار 150 ألف سكتة. لا المواطنين يحكون على الجسور طلعوا، لا القنوات للطبل، لا الانستغرام، لا الفيس، لا التيك توك تفتح غصبا عليك وعلى اهلك. عامل انجازات حكومة الخدمات، فتح الجسر، ذهب الجسر، تسد الجسر، ترمم الجسر، هاي مؤامرات خارجية ضد الجسر. هاي هي واللي وعود السيد رئيس الوزراء حكومة الخدمات والانجازات. وين وين وعودك يا سيد السوداني؟ مو قلت ارجع 132 اليوم 150؟ شو لا ابو علي لا مسحته؟ شو سكته؟ لا انت لا الكادر الاعلامي مالتك، لا وزير الماليه، كل شيء ماكو، لا البنك المركزي، هدوء اليوم اقلب، هدوء ماكو، سكته خوش. لا هذا الحال اللي دا يعيشه العراقي اليوم، يعدون ويقولون احنا راح نسوي لكم، كل شيء ماكو. أبو أحمد الفلوجي منا المنتصف شهر سيصل السعر فوق 160 ألف. علي حسين الشمخي التومان تحسن بهاي الفترة والدينار نزل، ما أعتقد الموضوع صدفة، تهريب. مصطفى الكعبي كل المواد بدأت تصعد حتى الماي من 1500 إلى 2000 وحتى المخضر بدأ يصعد. أحمد رحيم العايدي فاقد الشيء لا يعطيه، السوداني موظف عند الأحزاب. ومحمد البهادلي عندنا جسور ما نحتاج دولار. أثارت أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالفترة الأخيرة غضب الشارع العراقي بسبب فشل حكومات المتعاقبة، آخرها حكومة إطار تنسيق اللي رأسها محمد الشيعي السوداني، حكومة الخدمات أبو الله لا يوفقني اللي تطلق الوعود المهمية بمعالجة ملف الكهرباء، على الرغم أنه تم إنفاق مبلغ 80 مليار دولار وأكثر شوية على ملف الكهرباء من 2003 لليوم وكل شيء ما صار. تعالوا نشوف هذا الإنفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي. Thank you.
مستشفى التركي طوارئ. حاليا الساعة 3:30، كهرباء طافية من 2:45. شغل على جميع الأقسام، جميع الطوارئ، كل الرات هذا. لقسم التواصل الاجتماعي، نلتقيكم على خير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله تعالى. ثلاثاء، في أمان الله.